يا جدعان وبعدين احنا كده بندور بقى لنا 7 ساعات وما وصلناش لاي حاجه. فها يا عم سهله، احنا قلنا تحط السحاب ديت طويله وبس كده. بقول لك ايه، بتيجي في وشك ما تجنناش. جدعان هو البروجكت ده عليه كام؟ يا جدعان انجزوا حتى ابوك عايز انام. بص يا جدعان، قلبت النت وما لقيتش عليه حاجه، هنعمل ايه بقى؟ طب يا جدعان بسيطه بقى، احنا نطلع نيويورك ونتفرج على ناطحات الصحابي اللي هناك، وبالمره نعمل البحث عنها. اه وبالمره نضرب هوت دوج من تايمز سكوير، احنا هنستصرف. بص يا جدعان لقيتها، احنا ندور في المكتبه اللي في شقه جدي الله يرحمه. الله يرحمه. جدي ده كان دوت قرايه، واكيد هنلاقي اللي احنا عايزينه عنده. جدعان دلوقتي جينا قعدنا في مكان هادي اهو ولقينا الكتاب، هنعمل ايه؟ نفتح. حلو يا ابني. المكتبه دي ما اتفتحتش بقالها قد ايه؟ ساعه وفاه جدا الله يرحمه. الله يرحمه. طب يلا يا جدعان بقى نشوف الكتاب ده بيقول ايه. ان شاء الله هنلاقي كل حاجه عايزينها على امتحان السحر. يا وننجح يا ونتخرج يا يلا يا جدعان نشوف الكتاب ده فيه. لا لا لا، اللي انت بتقوله ده مش عاجبني. احنا اهم حاجه ان احنا نحافظ المباني بتاعتنا على الكلاسيكيه. سيبرنا هم متهيألي الربان الماضي مش هيخلي شكل الحاجه جميل، متهيألي ان لازم يكون لنا احنا الستايل بتاعنا. سير سوليفان، انا قلت ان اهم حاجه ان احنا نحافظ على الكلاسيكيه، يبقى اهم حاجه ان احنا نحافظ على الكلاسيكيه. واظن ان انا متعين هنا رئيس المشروع عشان اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بس برضه مش كل حاجه كلاسيكيه، واعتقد برضه ان المبنى مش لازم يبقى ضخم. انا متهيألي ان احنا نهتم اكتر بكل تفاصيل المشروع وان المبنى شكله يبقى جميل. انت بطريقتك دي بترجعنا 50 سنة لورا، ده لو مش اكتر. اعتقد ان انا وضحت ان انا هنا رئيس المشروع، وفي النهاية انا صاحب القرار. بس لو انت مصمم انا ممكن اخليك تعمل البحث. بس يا فندم. ما بسش. ولكن يا فندم. ما لكنش. خلاص بقى نخش على المطر اللي بعدها، وارد بقى من غير جدال. ها؟ وعبر دانيال برنام ولويس سيليفان عن عدم سرورهم بالشغل مع بعض في المشروع ده. انتوا فاهمين حاجة؟ لا. ده قالوا ان احنا ناخد بريك له عشان انا مش قادر. يا جدعان حد يسكت الكيان ده بدل ما اعوره. خلاص يا جدعان هركز اهو. يعني حد فاهم حاجه برضو؟ هو قلنا لا. طب بص يا جدعان، رايي ان احنا نفتح الكتاب ده من الاول ونستهدى باللكي عشان اخد ايديا. يا عم صل على النبي مش كده. انت بالذات ما تتكلمش خالص. يا عم انا اقول لك صل على النبي تحتك فرض. عليا صوت الصوت. ممكن نشتغل بقى. طلعت الكتاب ده كده. الكتاب ده بص بقى يا جدعان بيقول ايه؟ الكتاب ده بيتكلم عن ناطحات السحاب. لا يا شيخ. يا عم اكمل القرايه. انا جايبكم في الكلام اهو. الكتاب ده بيقول ان زمان سنه 1871 شيكاغو اتحرقت واتدمرت وسكانها بقوا ساكنين في الشارع. كانوا حوالي 90,000 شخص بيوتهم اتحرقت ومش لاقيين مكان يتوهم. ها وبعدين؟ انا جاي لك في الكلام اهو. المهم ان ساعتها بقى قدروا انه يعملوا مباني طويله وما تاخدش مساحه كبيره من الارض، فلجوا لفكره ناطحات السحاب. كده ابتدى معاك. وبعد كده ناطحات السحاب دي شغلت دماغ جزء كبير من المعماريين دول ومن رواد ناطحات السحاب والكلام ده. لويس سوليفان كان بيهتم بالجمال في ناطحات السحاب بتاعته، ودانيال بيرنهام ده كان بيهتم بالكلاسيكيه. مش دول اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض من شويه؟ كده ابتدى يعني. وكاتبين اسم واحد كمان كده مش عارف اقراه، بس بيقول لي ان ده كان شايف ان العماره مسؤوليه مجتمعيه، وكان صاحب فكره السوشيال سكاي سكريبر. ده اللي هو ازاي يعني؟ يا جدعان هي مش دي اللي كانت بتبقى تخيله من تحت وارفعها من فوق؟ هو تقريبا يا جماعه سرح وبيتكلم عن الكراش بتاعته. لا والله بتكلم بجد. يعني هو اللي بنى مبنى الاذاعه والتلفزيون؟ بس انا مش رصاص الظروف. كمل يا ابني. المهم اللي بيقول لك ان في يوم من الايام
كان في مسابقة معمولة عن أحسن واحد يعمل متحد سحر، وتقدم لها عدد من المعماريين، في اللي اتقبل منهم وفي اللي اترفض، بس اللي وصل للنهائي ثلاثة. والآن سنلتقي ببعض المعماريين المتأهلين في المسابقة. حضرتك ممكن تقول لي نبذة عن حياتك الشخصية؟ اسمي لويس هنري سوليفان، اتولدت في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3/12 سنة 1856. اتولدت من أب إيرلندي وأم سويسرية، هاجروا للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1840. طيب حضرتك ممكن تقول لي نبذة عن حياتك العملية؟ وأنا عندي 16 سنة تمكنت من اجتياز اختبارات جامعة MIT في الولايات المتحدة الأمريكية ودرست فيها العمارة، وبعد سنة واحدة من دراستي رحت فيلادلفيا وتمكنت من الحصول على وظيفة مع المعماري المشهور فرانك فيرنس. وبعد الكساد الاقتصادي اللي حصل وقتها اضطريت اسيف ان اسيب الوظيفه وتوجهت لشيكاغو بعد الحريق اللي حصل فيها، ومن هنا بدات قصتي مع نطحات السحاب. شكرا. حضرتك ممكن تقول لي نبذه عن حياتك الشخصيه؟ اسمي ارنست فلاج، اتولدت يوم 6 فبراير سنه 1857 في بروكلين نيويورك. والدي كان رسام مشهور جدا، وانا وقفت دراستي وانا عندي 15 سنه واشتغلت ساعي وكملت تعليمي في مدرسه الفنون الجميله في باريس. ممكن تقولي نبذه عن حياتك العمليه؟ انا ابتديت حياتي المعماريه سنه 1891 واشتغلت مع المعماري المشهور جون بنسون. شكرا لحضرتك. حضرتك ممكن تقولي نبذه عن حياتك الشخصيه؟ اسمي دانيال برنهام، اتولدت في 4 سبتمبر 1846 في نيويورك سيتي USA. طب حضرتك ممكن تقولي نبذه عن حياتك العمليه؟ انا بدات دراستي في نيو تشيرش اللي علمتني اخدم الناس كتير، وانا عندي 8 سنين انتقلت لشيكاغو، وهناك قدمت في اختبارات هارفارد ولكن فشلت، فاشتغلت رسام لوح مع ويليام جيني. وانا عندي 26 سنه اشتغلت في مكاتب كتير هناك لحد ما قابلت شريكي جون روت. شكرا. عرفوني بنفسك. لويس هنري سوليفان. دانيال برنام. ارنس فلاج. ممكن تعرفوني اهم اعمالكم؟ من اهم المباني اللي شاركت فيها واهم اعمالي مبنى الاوديتوريوم. المبنى ده بنيته مع زميل المعماري دانكمار أدلر سنة 1889. المبنى اتبنى في شيكاغو في كونغرس ستريت. المبنى دوت مبنى استخدامات متعددة، ضم في الوقت دوت مسرح من أكبر مسرح وأفخمها وفندق ومكاتب. المبنى دوت مساحته 6280 متر، وفي التصميم الداخلي اشترك واحد من أنجب تلاميذي المعماري فرانك لويد رايت. أنت قعدت فترة طويلة تصمم الإليفيشنز بتاعت الأوديتوريوم وطلع في الاخر كتله ضخمه، بعدين ابعاد البرج الصغير ده مش مظبوطه والمنظر العام تاه وسط كتل ضخمه، وبعدين افكارك في الزخرفه غير ناضجه. برضو من اهم المباني اللي نفذتها جارانتي بيلدينج وين رايت بيلدينج. في المبنيين اشتركت برضو مع معماري دانكمار أدلر في وين رايت بيلدينج. فوينرايم بيلدينج ده اول ناطحه سحاب رسميه، المبنى كان مكون من 10 ادوار وارتفاع 41 متر. مبنى من الطوب الاحمر من بلازو ستايل. المبنى ده اتسلم سنه 1891. وكان من المباني اللي بتطبق المقوله الشهيره بتاعتي فورم فولو فانكشن. المبنى الاخير عندي هو جارانتي بيلدينج. المبنى ده متقسم لاربع مناطق اساسيه، المنطقه الاولى اللي هي الدور اللي تحت الارض، المنطقه ديت فيها اليوتيليتي والميكانيك. المنطقة الثانية اللي هي الدور الأرضي دي البابليك اريا اللي بيستخدمها كل الناس. المنطقة الثالثة اللي هي منطقة المكاتب، والمنطقة الرابعة ديت فيها أوض الأسانسيرات وبعض المكاتب. فورم فولس فانكشن، أنت خليت المباني شبه المباني الحكومية، كتلة مقدسة. المعمار اللي بعده يتفضل. من أهم المباني اللي أنا عملتها كان فلاتر بيلدينج، وده كان في مانهاتن في نيويورك. هو كان البيز بتاعته على شكل مثلث، وهو كان 22 دور، وده كان رمز مدينه نيويورك. هو المبنى كان بيتكون من بيز وشافت وكابيتال. المبنى فارض شكله على المحيط اللي حواليه، مفيش اي ربط بينه وبين المحيط، وبعدين شكله حاد جدا. وفي برضه كريزلر هاوس، دوت كان موجود في داون تاون ديترويت ميتشيغان. هو كان بيتكون من 23 دور وارتفاعه 99 متر. هو اتبنى سنة 1912، هو عبارة عن كوميرشال اوفيسز، والمبنى ده كان فيه في السنتر بتاعه كان فيه لايت كورت بيبدأ عند الدور الثالث. والمبنى كان بيتكون من 23 دور و99 متر، واتبنى سنة 1912.
انت على طول معتمد على الكلاسيكية، عندك افتكار في التغيير. اللي بعده سينجر تاور، المبنى الأكثر تميزا في المدينة وأطول مبنى في العالم في العمل اللي اتبنى فيه. المبنى مكون من جزئين، 12 دور، الجزء السفلي 12 دور مبني على كامل مساحة الأرض، والجزء العلوي هو برج موجود أعلى المبنى أقل منه مساحة، ومساحته بالتحديد 4200 متر. العلاقة سيئة جدا بين البرج والمبنى، بعدين الدوم دي شكلها غريب قوي. جوين بيلدينج، اتبنى سنة 1914 وسجل من المبان التاريخية في أوهايو. سكريبنر بيلدينج، اتبنى سنة 1912 وسجل في قائمة المباني التاريخية الوطنية. نفس البرج الصغير برضه. وانت عشان المباني بتاعتك تبقى اجتماعية لازم بشكلها وحش؟ ليش شايف نفسك احسن من بني ناطحات سحاب؟ ايه فكرك عنها؟ انا شايف ان جمال نسب وتناسب المبنى هم اهم حاجة، وفي مقولة انا مقتنع بيها جدا جدا، building identity resided in the ornament. وانا شايف ان اهم حاجة في المبنى ان هو لازم يبقى ضخم وفرض نفسه على الموقع زي ما كان بيحصل في مدرسة النيو كلاسيك. من خلال تأصلي بالافكار الفرنسية شايف ان العمارة مسؤولية مجتمعية، وشايف ان لازم نوضع قوانين تحدد طول ردود المباني عشان تسمح بمرور النور والهواء، وشايف ان المباني اللي طولها اكتر من 10 ادوار لازم يتعمل لها ردود من الشارع زي ما طبقت في معظم مشاريعي واللي منها سينجر تاور. بعد ما رجعت شغلكم، في اللي اهتم بالاجتماعية، في اللي اهتم بالشكل والفانكشن، وفي اللي اهتم بالكلاسيكية، محدش قدر يجمع المميزات اللي احنا قلتها. بس اعتقد كده ان احنا جمعنا اللي احنا عايزينه عن ناطحات السحاب، دلوقتي بقى نقدر نعمل المشروع بتاعنا. فل كده يا رجاله، فل نام بقى. طب الجده دي طلع فيها خلاص. الله يرحمه الله يرحمه.